صراحة ما في فرق، لأنه البيبي اهتماماته وتربيته هي نفسه، ما في فرق. بس يمكن لأنه كان عندي بنت انبسطت أنه أنا قدرت جبت صبي، لو كان عندي صبي بالأول كنت انبسطت أنه صار عندي بنت. بس هذا الشيء طبعا أكيد منه الأولوية ولا الأهمية، بس التنويع حلو. فعلا نحن كنا عم نعاني من هذا الموضوع، وأوقات بتصير تقولي أنه هل قد في غضب بعالمنا العربي لعم بيقدروا يطلعوه على السوشيال ميديا تحت صورة يعني ما فيها شيء. يعني أنا لما أكون عم بتصور مثلا من مسلسل ولا من حفلة ولا من كليب ولا على كوفر مجلة، ما بحاجة إنه أسمع كل هالتعليقات. هلا أنا شخصيا أشكر الله، يعني يمكن عن جد هاي نعمة إنه ما كتير بلاقي تعليقات سيئة. أوقات بشوف عن زملاء لإلي، يعني أنا عملت لهم فولو، أوقات بنتبه على شيء معين بزعل، يعني خاصة مثلا لما بيكتبوا مؤخرا. أنا مثلا عندي حدا بيكتب بصيروا يعلقوا أوقات على السن، إنه مثلا إذا الفنان كبر بالعمر بصيروا يعلقوا هذا الموضوع وكأنه عيب إنه الفنان يكبر بالعمر، يعني هذا الشيء غلط. أو مثلا بيكتبوا ليش ما تفرجينا بنتك وولادك. هلا أنا أكثر إنسان بحب أحط صور ولادي يمكن على الطرقات ما أكون أنا فخورة فيهم، بس انه هل يا ترى انا بحق لي انه انا اعرض صور ولادي على السوشيال ميديا؟ ما هي حريتهم، انا عم يعني عم بتدخل بحريتهم صرت. مع انه انتبهي يمكن يجي نهار جن بتحسيني هيك بكون حابه كثير الصوره يمكن نزلها، يعني برجع بقول انه انا كمان ضايعه بهذا الموضوع. بتعرفي انا العائله انا بحب الطبخ بالعائله، يعني ما بحب الاشياء مثلا اللي بنجيبها من برا. مشان هيك بحب مثلا الكباب الصينية، بطاطا ودجاج بالصينية، رز عالدجاج. هلا اللي انا بحبها وبشتهيها هي الملوخية، كثير بحب الملوخية وبحب الملوخية المصرية كمان الاثنين. مشان بيفرقوا على فكرة، بس بحبهم اثنيناتهم. رمضان ان شاء الله رح يكون الرجعة بالهيبة، الجزء الثالث الحصاد رح يكون قصة مختلفة عن الجزء الاول والثاني، تكملة للجزء الاول. في قصة حب، أنا سبق وحكيت أنه في قصة حب تجمعني مع تيم حسن الممثل بوجهه تحية، أنا شخصيا بحبه كتير. ورح يكون في كتير من السسبنس والتشويق أكتر من الأكشن إذا بدك، وأسئلة كتير رح تنطرح لها الجزء. ما في شك أنه الكيمستري بالحياة شغلة عظيمة، كيف إذا كانت قدام الكاميرا لعيون الجمهور والجمهور بيراقب وبيحس إذا في كيمستري أو لا. هو بيقول لك ما حبينهم مع بعضهم، هالكابل ما حبينهم مع بعضهم، ما بيكون في كيمستري. وهيدي شغلة المنتج والمخرج بصراحة، هو يشوف إذا فعلا في كيمستري بين هالأشخاص. يمكن أوقات بصورة تجمعين، نحن بالهيبة أنا وتيم بصورة انجمعت على السوشيال ميديا على إنستغرام تحديدا، عملت بلبلة. يعني هيدي نعمة، أنا كتير مبسوطة إنه يمكن كانت عملت العكس، بس الحمد لله إنه قدرت شفت تعليقات الناس وكنت كتير مبسوطة فيها. باجتماعنا سوا كمان حسيت انه كأني بعرفه من زمان، حسيت انه انا جدا متحمسه لاشتغل انا وياه، هو شخص لذيذ جدا وبروفيشنال جدا، وبعتقد انه رح نعمل شغل حلو مع بعض.